أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون وما قبله والمؤتفقات بالخاطية. فأسوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطانيه. خذوه فعلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العليم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون
وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فلو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العليم.